السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقتم اهلا وطاب سلام اعزائي المشاهدين اينما كنتم في شرق الارض المغربي، حياكم الله، ارحب ومنورين جميعا في قناه شونك اكس بونك. السلام عليكم احمد او شونك اكس بونك. مقطع جديد ومقطع اليوم بيكون اسئله طلبتونا قبل فتره زمين بعيد جبيل بجيل. زبدة يا اخوان، فقرة اسألني من زمان ابي اسويها، اللي اجاوب على اسئلتكم وفيها اشياء ودكم تعرفونها، وان شاء الله نحن اليوم نغطيكم جميع الاسئلة. تمام. معنا ابو فايز ومعنا ابو محمد ومعنا لا معلش روجر معنا سعد ومعنا ناصر قناة شاب تحت معروف لا يعرفك، وحياكم الله. طيب يا اخوان، بس للتوضيح، هذا المقطع بتشوفونه نفس المقطع اللي نزلناه تحدي، اللي ما شاف التحدي يروح يشوفه حق الاصوات، صورناه مره واحده لكن الاوقات مختلفه للتنزيل. اللي بيصير الان انه بنجاوب على اسئلتكم، لكن قبلها بنعطيكم نبذه تعريفيه عشان نختصر كل شيء، الاسم ومن وين وليش وليش، هذه بعطيكم اياها على السريع. اول شيء الاسم كالتالي: احمد ناصر سعد. اوكي. الاعمار تحبين تصرحون فيها شباب؟ 22 سنه. 20 سنة. 22 ونص، أكبر منه بنص. أوكي، ما في مشكلة. طيب، أغلبكم يسأل ليش ما نصور دائما مع بعض يا أخوان، في شيء لازم تفهمونه. ناصر ساكن في الرياض، أنا ساكن في الشرقية، سعد ساكن في الجنوب، فكلنا في منطقة بعيدين عن بعض، صعب نحن نكون مع بعض، فحاولنا وفكرنا لكن يعني صعبة. أوكي ممتاز. أوكي. كيف تعرفت على ناصر؟ أول شيء عشان السؤال مرة تكرر من الكل، ناصر تعرفت عليه ايام سيزن تقريبا الرابع او الخامس، الثالث كانت لا الا والله ان الثالث يوم دخلت مع بدر اول مره. طيب. اول ما حط اللامه متى؟ يلا ايوه، اول ما حط اللامه في اول ما حط اللامه في جمع اللامه هديه. طبعا كرب الكلام زين. انا ناصر كيف تعرفت عليه؟ في الموسم تقريبا الثالث دخلت مع زياد وبدر، وناصر كان موجود معاهم، انا ما كنت اعرفه. اول جيم والله يا اخواننا، من اول جيم. اوكي سبحان الله، يعني من اول جيم كنا نزيل ايام المدينه اللي عند فلاش فاكتوري، عرفتوها؟ مدينة في مدينه كذا ما عليها اسم، مكسره جنب فلاش فاكتوري. لا مو فلاش فاكتوري، جنب جنكشن بارك. ما في بارك. بارك هذه مو بارك. بارك مدينه اللي ورا بارك. نزلنا هناك. اوكي معلش على التفاصيل بس انت تفهمون. وكانت في لاما موجوده، كلنا نبغاها، وعلى وقتها اللاما قيمه، تنزل لك 500 موارد من كل شيء، كلنا نبيها. فاللي صار اني انا كنت نازل يمين، ناصر نازل يسار، انا ناصر ما نمون على بعض، والوضع شوي كلنا نبغاها، كلنا خاطرنا بالله نبغى موارد، كل واحد من حرج من الثاني. أيوة. شوي قلت انا بروح، وصار انه ما شافها، طلع هو شايفها ويقول اني بروح ان شاء الله ما شفتها، ما شافها. قاعد نركض والله ناصر، والله انا قرب منها وانا قربت منها، قاعدين نقرب لما صرنا ايش نسوي؟ نسويها. اللي صار ان الزون كان بعيد وكان فيها لنش، تمام؟ اللنش اول شيء بدر يوم طيحته انت مسوي طقطق عليه، ما يبغى اعطيهم تفاصيل. ايوه بيني وبينك خلاص، اللي بيني وبينك. الزبده انه كان في لنش وكلنا بنروح للنش، جيت انا واحنا طالعين لنش طيحت بدر بي ام كيو. اوكي طيحت بدر خوينا، جاء هذا ما ادري ايش يبغى في الحياه، راح هذا طيحني انا. ايوه ليه طيحني؟ عشان ليش طيح صديقي بدر؟ صديقي حتى انا ماشي، هو صديقي وانا جاء قط المياه طيحني فوق ومت. مو كذا وبس، ما قومني. ما اروح باللنش حقته، خذ اللنش حقتي وسافر وخلاني اموت بالزون. وش قال احتري اخذ موارد؟ من بعد ذاك الجيم قلت اقسم بالله انت رد له، فوزته. ما يجحده والله، ما يجحده اني فوزتك علي الحرام. الزبده انه من ذاك. أيوة. الجيم وانا وياه في عراك وحراب الى ان العلاقه تعدلت وتعرفت. هذا بالنسبه لناصر. بالنسبه لسعد، سعد كنت اشوفه اول عنده قناه، كان عنده قناه واحنا ما عندك، قاعد اقول هذا شو وضعه ذا؟ هذا شيء اكيد انه من المتكبرين حق اليوتيوب. الله كنت احسبه، كنت احسبه متكبر، ما اعرفه، ما كان يشتغل فيس كام، كان عنده 40 50 حدودها. فجت فتره من الفترات كانت طلعت كانت الاي سبورت والبطولات وهذه، وسعد فتح كلان حق اخوياه، كله كانوا اغلبهم مشاهير وستريمر ويوتيوبر، اللي كان في فواز ولوا وجنرال وهو وامبوسيبل، ناس حقين فورت معرقين. فاللي صار انه جاء فواز كلمني اني اخش معاهم، ودينا التعرف عليه حبه وبدا الرجال والله يعني ها انه يوم تعرفت عليه في مقطع المليون تكلمت وشرحته. فهذا كان باختصار كيف تعرفنا على بعض. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول: طيب كيف جاء في بالك اسم السوحات؟ هذا السؤال من مين؟ من يزن. طيب كيف جاء بالي اسم السوحات؟ والله احقاقا للحق ان اسم هو من الكيس في الالعاب، لكن سوح تنقال على الشيء المجرد، الشيء المفصخ، الشيء الحين السيارات في سوح، في سوح وفي ستاندر، في فل، لا في سوح وفي نص فل وفي فل،
السوح يعني ستاندر. ايوه يعني اقل فئه. السوح السوح مره سوح بس هذا جنوط بدون شيء. فجت السوح على السوحات اللي فورتنايت ما عندهم شيء في العاكه احيانا مثل ايوه هذا بس. طيب السؤال الثاني من محمد الشمري، عمرك هربت من المدرسه واذا اي قل قصه؟ طيب شوف لو اقول عشان بس تكونون بالصوره، انا لو بأتكلم عن سواليف الثانويه والمدرسه والامور هذه، هذه مو مقطع ولا مقطع، هاي فيلم بقول فيلم كذا بسولف في ساعه كامله مسلسل انزل لكم اشياء كثير، فهذا الشيء ما بقدر اجاوب عليه، لكن اي هربت وكثير مره. تبون نتكلم عن المواضيع هذه لان فيها صراحه اعياد وانا ما ودي افضح أيوة. نفسي كثير انت تعرف شويه ايوه استر على نفسك ولا استر على اكتبوا لنا تحت الكومنتات تبون نتكلم عنها بحلقه ثانيه. تمام تمام. السؤال اللي بعده من اخونا سامر يقول، ليه ما تسوون قناه فيها انتوا الثلاثه؟ سؤال منطقي يعني، ليه ما تسوون قناه انتوا الثلاثه؟ ليه تتوقعون؟ انا والله شوف بالنسبه لي هو يلا يلا احنا نصور مع بعض، اي والله ما بالك اني اجيب نصر وسعد وانا في قناه واحده، اختصر الموضوع كل واحد قناته وتبي تصور معهم قنوات العيال كلها تحت روحوا لهم الله يسلمك. في تعليق على الموضوع نفس الشيء كلنا. سؤال شاطح من معاذ العتيبي، ليه انت مقروش ناصر حتى في نومه ما خليته يرتاح؟ اي والله العظيم اي والله العظيم الحين قلت له بريح شوي بس خمس دقائق عي علي، قال لي قم قمة قمك طيب. اقسم بالله والله يا اخوان انا مو مقروشنا الا هو. مقروشكم بايش؟ انا بقول انا نايم حالي كافي خير وشري ابى اشكي بفضفض بفضفض خلاص هذه في حلقه ثانيه الحين فضفض انا ما يبغاني اتكلم اوكي اسمعوا سعد شاهد والله مقاطع جراند أيوة. مقاطع فورت أيوة. اي مقاطع فيها متعلقه بالزفت هذا ما ياخرها الا هو. فاللي صار انه اذا جينا نصور سيناريو يقول لنا سعد نص السيناريو احنا قاعدين نضبط يا عيال يلا خلينا نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا، ناصر يقول يا عيال على ما تخلصون انا بس بروح اريح بمد رجولي، اذا قال بمد رجولي هذه اربع ساعات نوم. اربع ساعات لا 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 كذب خلص كلام خلص كلام كذب خلص كلام يلا امد رجولي اربع ساعات نوم يا عيال احنا جالسين مع بعض نسولف عن موضوع المقطع الجاي يعني انا بس شوي بانسدح ما انسدحت تخيل يوم كله ما انسدحت يعني بس انسدح شوي يروح ينسدح ورب الكعبه والله العظيم يا عيال انه ما نشوف اليوم اللي بعده لا شوف اليوم اللي بعده نشوفه كيف اتعامل مع هذا الكائن يتعامل معي بالصلاه على النبي اولا موضوع السيناريو اذا كنا في سيناريو مستحيل اطلع انا في نص السيناريو والله انه ينام في نص السيناريو لا تحلف وينام احنا نصور بعد لا تحلف لا لا سعد امشي سوى لا 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 سعد ما والله بتشوفون المقطع امس لا 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 امس مقطع بس عشان تفهمون نام ببث سعد راكب سفينه راكب سفينه مالك دخل قصتي هذا اليوم قصتي مالك اي علاقه مواصل 30 ساعه انتم مستوعبين 30 ساعه ما رمشت عيني ما طرف لي جفن هي يقول لنا كذا ما طرف لي جفن يعني ما نمت تبغى نقول كذا احنا ما نمت تعبان شديد فسكت سفينه وعز الله اني نمت وقال اللابتوب قدامي في نص فورتنايت كذا يلا ماشي غفوه كانت غفوه لمده 30 يلا يلا السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد. طيب سؤال من اكس من اللي اختار السؤال هذا؟ وين اخترت السؤال انت؟ لا ما اخترت السؤال اليوم كيف كيف تعرفون كيف تعرفون على بعض؟ كيف تعرفون على بعض؟ اوكي ممتاز اكس اكس كيف تعرفون على بعض؟ كم اعماركم؟ شو اسم امهاتكم؟ انت امهاتكم ممكن ساقط املائيا لكن نجاوبك اعمارنا قلنا اسماء شو اسم امهاتكم شباب تتصرحون لاسمه والله اسم امي زهره الله يطول في عمرها ويرزقني برها ان شاء الله فاطمه عطره عطره الله فاطمه زهره السلام عليكم. السؤال اللي بعدها من اخوي الكبير زيد يقول احمد بما اننا نشوفك تتعب وضاغط على نفسك كثير عشان صناعه المحتوى وش الشيء اللي تطمح له وقاعد تتعب عشان توصل له وش يا احمد اليوتيوب ولا في اليوتيوب الحياة. احمد من نشوفك تتعب ضغط على نفسك كثير عشان صناعه المحتوى وش اللي تطمح له وقاعد تتعب اتوقع انه في اليوتيوب او طيب صناعه المحتوى اذا باليوتيوب والله أيوة. العظيم انا ودي اوصل لان يعني ان الشخص اذا شاف مقاطعي يصير من نفسه كذا هو يشوف مقطع الله يسعدك اسعدتنا الله يوفقك ووفقت يدعي دعوه طيبه لذيذه انا اشهد ممتازه حتى المرض يروح من الشخص الدعاوي هي الدعاوي فارق كبير سبحان الله ما في شيء غير قدر الدعوة الدعوة والله ان الدعوه ممتازه ادعوا الدعوات الله يوفقنا ويوفقكم جميعا اللهم امين. طيب سؤالي بعده والله ايوه السيناريو اللي بجراند مين اللي خطط له حقنا اي اللي في جراند اي حرب كبير كلنا نخطط مع بعض كلنا ما في احد كل واحد عنده فكره على طول ذب الفكره اوه والله ان افضل سؤال شفته وش هو وش افضل واخس شيء في سعد وناصر في احمد ترى بنقول حتى انت ما عندي مشكله
في سلبيات بس اي كثير حاج والله كثير. اسمع يا اخوان انا والله العظيم لو بتكلم في الانسان هذا في السلبيات بس انا على طول حطيت يدي على صدري حتى في الايجابيات والله يا اخوان اني لو اجيب لسته تعرفون الله يقطع عمرك تعرفون دفتر A4 اللي فيه 200 ورقه ممكن ما يكفي انسان هذا له هو المفروض باخذ خليني اخذ كامل ايوه وفي ايجابيات لكن ان بذكر السلبيات وانما ذكري لها لتحسينها من نفسك نعم فابداها برقم واحد وهو النوم نوم خلصين منه الاهمال والكسل وعدم المواظبه لا عدم المواظبه ليس مواظبه كات رامي رامي ما بمون عليها اليوم يا حرام بمون عليها رامي شوف لنا سلبية ثانية غير هذي شوف لنا هذي بس ما تدعني لا لا اسم ما بيكت يوي اسمع الكلام خليني خلص يلا مو مشكلة رامي وانتو يكت والله العظيم خصم 50% رامي المصمم اللي ما يعرفه سلبية عدم الانضباط بس هذا الشيء ليش يسوي ما ينضبط لأنه ما يبغى ينزل أي شيء بقناة سليك أنا مقدر إنه يبي قناة تكون كاملة لكن برضو لازم إنه يعصر بمخه ونفسه عشان ينزل صح ولا مو صح فأنا مع موضوع إنه يعني ينزل شيء ممتاز لكن برضو لازم تنضبط أوقات وأيام معينة فهذا بالنسبة للسلبي في أشياء بسيطة ثانية ما أحتاج أقولها لكن الميزات إن الإنسان هذا إذا قلت له يا فلان قم صور فز يجي يصور معك لكن إذا يبغى يصور تصور معه بروح ريح بروح مدري قلي شوية. إذا تجي بتصور أنت. إذا أنا اللي بصور. أيوة ما تبغى تصور. تهرب من تصوير عندك. لا. والله إنك تفقع وهو. نادرا هذه. ترى كذا ركب. أقول لناصر سوي سيناريو جراند. لا 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 أنا بدخل جراند بخرج عن رول بلاي. يروح هناك يجينا من السيارة ضرب 20 شكوى. صدم ذبح قتل تطعين في السيارة. يا أخي الموضوع ما فيه بسيط جدا. طيب. أنا خش ألعب زي ما أنت. أنا قلت لك والله اللي عندي لكن والله ترى شيء بسيط. يلا ما هو مشكلة. أبو فايز والله شوف أبو فايز يعني لو نقول إيجابيات يعني فايز ها. أبو فايز إيجابياته. عنده نقطة بعد حقت إنه ما ينزل تسليك يعني ينزل أشياء حلوة تكلمنا عن يوتيوب ترى يا أخوان ما تكلم عن الشخصيات شيء ثاني التصوير عنده سلبية إنه فيه من اللي ها إذا الشغل مو بشغله ما يتعب فيه ما هو من قلب لكن إذا هو شغله وعنده تصوير جراند زي سلار ينزل الأخير يمثل من قلب يمكن يبكي في المقطع بس عشان يجيب جودة كويسة اسكت معاذيك لا ما فيك رامي كت نزل كل شيء فهذا والله بالنسبه لابو فايز ما تقدر تفضل انا اتكلم عن اول شيء بتكلم عنك أوهو. بالنسبه للايجابيات يا اخوان طبعا ايجابيات تطغى على سلبيات من ايجابيات طغت على سلبيات يعني هو عنده سلبيه واحده بس الا تدرون ايش الصراخ يا اخوان اقسم بالله تدرون كان ايش رامي غط فمه اقسم رامي خصم 90% غط فمه وغط طوط ها رامي هذه هي السلبيه نمبر واحد والسلبيه نمبر اثنين ايش انه يدق على اخوي عنده رقم جواله يدق عليه يقول قم صحه واذا ما صحه اضربه تخيلوا ويصحيني غصب يعني النوم عباده فخلني اعبد ربي في النوم النوم عباده لو ظالم انت ظالم لا النوم عباده لو ظالم اي نوم الظالم عباده لا لو مظالم عباده الله يكفينا الشر اجل خلاص مر على ابو مشبب الحين ما عاد فيه لا والله ما تمر عليه الليله قفلنا مكلم ما ممتاز بالنسبه لابو فايز ابو فايز والله العظيم اني يعني انا لو اذكر ايجابياته من اليوم لين بكره ميزياتي وين ميزياتي ميزياتك ذكرتها انا قلت انها تطغو ميزياتي ايش ميزياته يا اخوان ما شاء الله تبارك الله الانسان شفتوا انه يدور السلبيه ويبعد عن الميزيه اول ميزه فيه ما شاء الله تبارك الله الاجتهاد والمثابره والعمل بجد واجتهاد ولكل مجتهد نصيب وما شاء الله تبارك الله الله يرزقه كل النصيب اللي يطمح له قولوا امين امين يا رب العالمين بالنسبه لابو فايز الله يسعده ويرفع قدره يا اخوان علي الحرام انه رجال اجودي ومن كرمه وجوده وطيبه يا اخوان تدرون اني انا ستريم لابز هذا ما اعرف له والله العظيم انه دخل جهازي سوى لي كل شيء في البثوث في اليوتيوب في كل شيء مضبطني الانسان هذا من اول إلى يوقف مع اي شخص سواء يعرفه ولا ما يعرفه يا اخوان والله العظيم يعرفه ولا ما يعرفه انه يوقف معه وقفه اخ انا اشهد والله العظيم وقفه صديق وقفه اخ يا اخوان ويساعد بكل ذم وضمير والله العظيم ويشهد علي الله اني ما اقولها عشانه موجود عندي اني اقولها كلمه حقي يا اخوان انه رجال من هنا
ابيض ورده جوا ما في قلب زينا تحسبون واوعيه دم في قلوب وورود وخضار ما شاء الله من طيبه حديقه من طيبه وجوده وكرمه. بالنسبه للسلبيات يا اخوان انسان عجل ما ادري على وش عجل 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 على كل شيء عجل ما ادري ليه العجله هي في العجله تندفع في الاسلام دائما اقول لك انا لا تصير عجل في كل شيء والله انها يسولف واجد مر على مسبب مر على والله لا والله سلبيه ناصر اول سلبيه واحده انما هو جدي او جديه ثقيله يتخيل كل الموضوع جدي وتحمس وقول دقيقتين ثلاث دقائق وسولف يطقطق ما كلمني معه يوه حرام حرام عليك يقهر والله اني صادق اشاعه صدقني اشاعه والله راح ينحكم انت بيجي درك بس هذه السلبيه اللي والسلبيه ذكر احمد اللي ما يحتاج معروفه اما الايجابيات ربي فوق يدري اما الايجابيات والله انها كثيره والله انها كثيره هو اسمه عشان جوا حديقه يعرف الموضوع في حديقه هي حديقه هنا من كثر انسيته اقنعني من كثر انسيته يلا يلا فايز ايوه اقنعتني كم مبلغ طيب لا 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 بسرعه ايش سلبية تحمل بسرعة؟ ما في دمرنا كلها من كثرها نسيتها صح؟ نسيتها بسرعة بسرعة هات قلت تدرون؟ ما اقدر ما دخل ما اقدر كنت بقول لهم ما لهم دخل لا قلت لهم يا حبايبي اما ابو شايع السلبية اللي فيه اذا بدا يشتغل بدا يصور يتنرفز من ادنى شيء اوه هذه والله صادقة ادنى شيء انا بقول لكم ليش؟ خليني اجاوبهم لا لا ابغاك تجاوب لا ابغاك تجاوب ايوه تتكلم اي شيء اي شيء تسويه يقول صحيح يا ويرك انت بتغلط انت بتسوي اي غلطه يقلب عليك قلبه كانك ذبحات من اهله خلاص بس برد عشان اقول لازم ارد لا لا ترد خلاص انت قلت اللي بعده رامي قصه المقطع كله انا ما رديت يا اخوان انا اصايح واتنرفز انا معكم 100% نرفض جدا كنت اشتغل وصار الشغل واحد او اثنين ما يبالون فيه انقهر المشكلة اللي أسويها أن قهري وصراخي يعم على الكل هذا غلط مني أنا أعترفه أني أعم فمفروض أن إذا الواحد غلط أفصل على واحد الحالة مثل الساريو جراند أو أي شيء يجي يجي ناصر يسحب وينام أفصل على سعد أنا سعد إيش في أمك سعد ما دخل فأنا والله العظيم أي واحد عادي بسبت هذا ترى كله عادي أنت قلبت عليك طيب إيجابية صعب إيجابية ناصر أما الإجابات يا أخوان والله أنها كثيرة لكن والله العظيم واحد الا اذا حط شيء في راسه ما يتركه ممتاز الاجابه صامله تعرفون صامله تعرفون الرجال رجال حمد هذا لا انت ابو فايز هذا رجال اجودي وافي وشبرك وافي الزبده الله يعطيكم العافيه الله لا يهينك ابو فايز والله لا يهينك يا ابو محمد قنواتهم تحت ما يحتاج اقول شكرا لكم واكتبوا لنا تحت اذا ما تبون شيء احنا ما نبي شيء شكرا لكم اتسوا اللايك والاشتراك والجرس والكود الاس والاو والاكس والاس والاكس والبي والاس والدبليو واي يلا موفقين اليوم الله يسعدكم شكرا لكم فمان الكريم صلوا على النبي محمد.